شاء الله. مزيان مطلع جيد، يعجبني الكل ان شاء الله. الله يحنا بالامطار اليوم، الحمد لله تبارك الله ما شاء الله. ربي كبير الحمد لله. اللهم لك كنا دخلنا في واحد الموجه ديال الجفاف، ولكن الحمد لله ربي سقانا. جيت مع الاواخر ديال رمضان. رحمه الله الحمد لله على كل حال. حتى هذا رمضان لاحظتي ذكرنا شويه على هذيك الموضوع ديال الطفوله. ذكرنا بالطفوله ديالنا، لان رمضان اللي دوزناه حنايا الناس ديال الثمانينات وهذا دوزناه في الشتاء. الى خلتي يعني هذيك الذكريات المحفوره فينا ديال 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 رمضان. هاد الشتيوة مع رمضان مع دار اللور. هاد الشيء علاش طاح لي الموضوع ديال رمضان والطفل صراحه، لان بصح رمضان عند الطفل شي حاجه اخرى. كما كنهضروا على الناس الكبار، شوف راسي نشوف اطفال مساكن انت هما. اكيد انا خدمه ديالي راه يعني تقريبا 70% مع الطفل، يعني ديما في البال، زائد انني ام اكيد. الله يخليهم. شحال ديال الوليدات؟ ثلاثه. تبارك الله. الله يخليهم. تبارك الله. أسعد الله أوقاتكم متابعي ومتابعات قناة شوف تيفي. مرحبا بكم معنا اليوم في هذا اللقاء المباشر من مدينة قنيطرة. معنا ليلى فاطمة الزهراء، الكوتش واستشارة نفسية بمدينة قنيطرة. ليلى فاطمة الزهراء مرحبا بك معنا في هذا اللقاء، وأيضا مرحبا بكل المتابعين الأفاضل متابعين قناة شوف تيفي. كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين الأفاضل متابعين قناة شوف تيفي، الموضوع اليوم هو موضوع الصيام والطفل التأثير ديالو على النفسي. ليلى فاطمة الزهراء، اولا بغينا ما كنهضرش انا، كتعاودي تعرفينا براسك والمتابعين الجداد اللي عاد يتعرفوك يزيدوا يتعرفوا عليك. ثانيا بغينا نعرفوا تاثير الطفل رمضان على الطفل، ما كنهناش نعرفوها. شكرا لك. شكرا لك. شكرا على الاستضافه. معك العالمي فاطمة الزهراء، خريجه المدرسه العليا الاستشاريه النفسيه بالمانيا، استشاريه نفسيه وكوتش شخصي بمدينه القنيطره. مرحبا بكم عندي هنايا في الكابينه. مرحبا لاله. شكرا على اولا، شكرا على منحتنا هذا الوقت، وصراحه يوم السبت كنعرفوا الاطباء ما كيخدموش نهار السبت والمستشارين، فشكرا لك زعما صراحه. العفو، حنا كنخدموا السبت لان اكثريه اللي كنخدموا، لان اكثريه ديال الناس بالعكس كيكونوا نهار السبت لان كيكونوا ما خدامين جواك. نعم. ولكن اكيد الوقت كله ليكم بطبيعه الحال. مرحبا بكم. مرحبا بكم في اي وقت. بارك الله فيك. اليوم موضوعنا على رمضان والطفل. السؤال ديالك كان شنو هو رمضان بالنسبه للطفل. انا كنشوف ان احسن رمضان هو ديال الطفل، لانه بصح كيكون خالي من المسؤوليات وفيه غير الحوايج الزوينين، الاجواء، الماكله اللي كياكلوا في المغرب مع الوالدين. يعني ما كاينش شي واحد فينا ما محفورش ليه واحد رمضان في عقله الباطن، بريحته، بالاجواء ديالو، بالناس ديالو، بالعائله اللي كتجمع. بهذا عشناهم صراحه حنايا كجيل الثمانينات وجيل ديال التسعينات عشناهم، وكنتمنى وليداتنا دابا ما يتحرموش منهم، وتا هما يتحفروا في ذاكرتهم شي ذكريات زوينين يتفكروها من بعد ان شاء الله. ان شاء الله. نعم. شنو كتقولي انا، واش كيتاثر ولا ما كيتاثرش؟ ممكن تكلميني على هذا الموضوع. كيتاثر هو اكيد كما قلنا، والتاثير اكيد ان شاء الله كيكون ايجابي، ولكن بواحد المجهود شويه ان شاء الله يكون بسيط، او زيد واحد شويه من الوالدين. يعني الوالدين يديروا واحد المجهود باش حتى وليداتنا ما يتحرموش من ذكريات رمضان ومن حلاوه رمضان. يعني مثلا بزاف الناس كتسائل واش ولدي يصوم او لا ما يصومش في رمضان. انا كنشوف انه يصوم، ولكن بين قوسين نحاول نفصل شويه هذا الصيام كيفاش خاصو يكون. بالنسبه للصيام ديال الاطفال، ماشي بالضروره يكون بحال ديال الكبار، يعني ماشي ضروره يكون نقطعوا الماء ونقطعوا كل شيء ويكون السحور بالليل. هادو كلهم امور نقدروا نقولوا لعبوا عليهم واحد شويه. فالسحور ماشي ضروري يكون في الفجر، يقدر يكون حتى الصباح. يعني كنهضروا على مع اختلاف اعمار واختلاف الحاله الصحيه ديال الطفل. كل ام تشوف الولد ديالها كيفاش دايره عنده الامور، واش صحته تبارك الله مزيانه وكيقدر يقاوم كيقدر يصبر، واش لا ما كيصبرش على العطش، واش لا ما كيصبرش على شي ماكله معينه. فانا كنقاد اموري. مهم الهدف من هذه المساله هذه هو ما نحرمش ولدي من حلاوه الصيام وحلاوه ديال الفطور من بعد الصيام. يعني كتفرق على ان الولد ما يكونش صام
ويجلس يفطر مع والديه، كتفرق. ولا واخا مثلا نقدر نقول ليه صوم من العصر للمغرب، نقدر نقول ليه مثلا صوم مثلا فطر. كما قلنا كل ام غتشوف على حسب العمر ديال الولد ديالها والحاله الصحيه ديالو واش كتسمح ولا ما كتسمحش. نقدر نقول ولدي مثلا يفطر ويبقى صايم حتى الظهر، وثاني من الظهر يبقى صايم حتى المغرب ان شاء الله. وبيني وبين الامهات ثاني هذه مساله مريحه، لان ما كيبقاش هذيك السرواشي ديال جاني جوع جاني جوع، مريحه للوالدين حتى هما مريحه للام. كما كان اسمح لي نقاطعك هذا في المقطع، تفضل مرحبا. كنا كنذكروا هذه المساله اللي حنا صغار وانت تكلمتي عليها في الفيديو ديالك، قلتي في التسعينات والثمانينات كنا كنذكروا هذه النقطه اللي كنقولوا بالدارجه، حنا كنا كنقولوها يخيط نهارو نهارو يخيطو مثلا، اما يصوم الصباح او يصوم العشيه. كنديروا على المساله هذه. واخا الناس اللي بحال هكا كيف ما قلتي، واحد المساله مهمه ونقطه مهمه اللي عند الطفل مثلا في الصباح، مثلا صام الصباح خصوش مثلا يقدر شحال من ساعه كيف ما قلت انت، الحاله النفسيه والحاله ديال الطفل البنيه الجسميه ديالو، الحاله الصحيه ديالو والصبر ديالو كيفاش كاين. ما نقدروش نحدو حنا طبعا، كناكد ما كنهضروش على وليدات اللي وصلوا لسن البلوغ، كنهضروا على لي صغيورين، كنهضروا على 5 سنين و6 سنين و7 سنين و8 سنين و9 سنين، هذوك كنهضروا عليهم. ما بعد هذا السن هذا وسن البلوغ هذوك راه فرض عليهم الصيام كامل مكمول، يعني ماشي مساله اللي غنهضر فيها انا بطبيعه الحال. كنهضروا على وليدات صغيورين كيفاش نحببوهم في الصيام، وكيفاش نقويوهم، وكيفاش يستمتعوا برمضان، وكيفاش يعيشوا الاجواء ديالو 100% وتحفر لهم في ذاكرتهم. كما قلنا الانسان ملي كيكبر يعني زوينه انه يتفكر واحد الذكريات زوينين، وما ما كاين ما احسن من رمضان يتفكروا الانسان بذكريات زوينه. حاجه اخرى استاذه فاطمه الزهراء الاعلامي اللي هي مهمه، النقطه اللي هي اللي تسبب حنا الحمد لله مقبلينها، هو ان شاء الله الخير ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب. كيف ما كيف ما قلتي انها ليله ليله كبيره عند الله سبحانه وتعالى، وكنعرفوا ان التقاليد المغربيه انها كتمشي اللي تسبب فيه اغلبيه كيصوموا وليداتهم كيفرحوا بهم كيلبسوا الجلابه اللباس التقليدي. كيف ما قلتي قبيل واحد النقطه مهمه اللي هي انه كيكون ملصق لينا في العقل ديالنا. نعم. السؤال الثاني اللي هو شنو كتقترحي باش تسهل الصوم؟ تسهيل الصوم عند الاطفال هو كيف ما قلنا دابا، تسهيل الصوم انطلاقا من انه هو ماشي فرض عليه وماشي واجب عليه، وشي حاجه اللي غيديرها غير كما قلنا شي حاجه نفسيه غادا تكون تاثيرها ايجابي عليه، بانه كما قلنا يقسم النهار، يتسحر في الفطور، يشرب الماء. ممكن هذه فكره زوينه واكثر اللي كيقدروا عليها انهم يصوموا من الاكل ولكن يشربوا الماء، لان يعني الماء شي حاجه اللي مهمه خصوصا بالنسبه للدراري الصغار، فممكن يشربوا الماء وما ياكلوش. هادو تسهيلات اللي يقدروا يكونوا وكتشجيع منا من بعد صيام ديال نهار طويل، والولد صبر على الجوع وصبر على هذا، نقدروا نفرحوه بفطور اللي بغا واللي تشهى، ونغمضوا عينينا شي مرات على شي حوايج اللي حنا عارفينهم ماشي صحيين، لا داعي لذكر الاسماء، شي حوايج اللي متفقين عليهم انهم مزيانين الصحه. الا تشهى لينا شي حاجه ديك الساعه ما فيها بس نوجدوها ديك الساعه بحال كنعطيو كتشجيع كفرحه كشفتي انت صمتي واحد النهار ودرتي واحد المجهود وفي الاخر ها انت تكافئتي عليه. غنمشي لواحد النقطه مهمه بزاف اللي هي التخصص ديالي انايا، التخصص ديالي اللي غنهضر عليه، يعني كامل هضرنا عليه داخل في العادات والتقاليد وشي حوايج اللي زوينين وعندهم تاثير نفسي، ولكن كيعتبروا فيها كاستشاريين نفسيين او كناس عندهم تخصص ديال علم النفس، ان رمضان واحد الاسقاط كبير على قانون تهيئه العادات السلوكيه، تطبيق عملي جدا ويعني متكاملين فيه جميع اركان هذا القانون. مساله انني انايا كان ممتنع على واحد الحاجه اللي هي متاحه وموجوده ومتوفره بارادتي الكامله، وكنقول ليها لا، واحد الكلمه اللي كبيره بزاف وكتحل لنا بزاف المشاكل في مستقبلنا، انني واحد النهار غنقول لا على واحد الحاجه اللي ما عجبانيش، او لا اللي ما موافقانيش، او لا اللي ما غتدينيش لواحد الطريق مزيانه. رمضان كيحطك في داك الموقف، والصيام ديالو كيحطك في داك الموقف، انا قدامي الماكله، قدامي الماء، قدامي بزاف ديال المتع وبزاف ديال الحوايج اللي هما في الفطره ديالي، ولكن انا بارادتي برغبه مني انا غنقول ليها لا، ما بغيتش، ما غاداش ديرها حيت ما بغيتش. بالنسبه لينا حنا كبالغين وكبار ومفروض علينا حيت فرض من عند الله، بالنسبه للطفل حيت انا ما باغيش، حيت انا ما باغيش هذيك المساله، وباغي في العشيه نفرح بالافطار ديالي مع العائله ديالي ومع الام ديالي. شحال زوينه هذا المعنى هذا. واش كتظن ولد
عنده 7 سنين ولا 8 سنين ولا هذا غيقدر يقوم بهذه المسألة هذه. واحد النهار غيجي يقترح عليه صاحبه واحد السيجارة غيقول ليه اه غير حيت حشمان، لا غيعرف يقول لا. مسألة كلمة لا هذه هي المسألة اللي غادا تغرسها في ولدك إلى قدر يصوم واحد النهار كيف ما قلنا قدامه كل شيء، ولكن غيعرف يقول ليه لا، ويتعلم انه يتعلم يقول لا لواحد الحاجة انا ما باغيهاش ورافضها وما غنديرهاش حيت بغيت. يعني واش عارف بان يمكن 80% اللي كنواجهو في حياتنا كيكون سببها انني ما قلتش لا في وقت واحد وقت مناسب. انا كيجي كيقترح عليا شي حد شي مساله وحيت حشمت نقول لا ولا ما بغيتش نقول لا ولا هذا كنصدق مشيت في ديك المساله، فهمتيني؟ تقدر تكون خدمه معينه، تقدر تكون زواج، تقدر تكون كما قلنا بلية سيجاره، الله يستر شي حاجه اخرى اللي مكبر ما عرفتش نقول لا، ما قدرتش نقول لا. عرفتي راه شنو كيدير لك؟ وحتى حنا ككبار كيرودك وتيعلمك وكيقول لك انا غنعرف نقول لا لواحد الحاجه عاجباني ومحتاج ليها، انا في قمه العطش ولكن ما غنشربش حيت انا باغي نقول لا، حيت انا كنعرف نتحكم في المشاعر ديالي، انا كنعرف نتحكم في الغريزه ديالي. وصلك المعنى؟ وانا كنشوف هذا اسمى معنى لرمضان، غير ان نحسوا بالفقير نحسوا بالجوع نحسوا هذا، انا كنشوف اسمى 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 معنى لرمضان. وبيني وبينك هذه هي الجواب اللي كنت كنجاوبو دائما الناس اللي مثلا ما اني كنت عايشه برا، فكنا ديما كنتعرضوا لواحد الموقف ديال السؤال علاش صايم، ويعني دوزنا رمضانات اللي كان الاذان كيأذن فيهم حتى لعشرات الليل، فكيقول لك علاش في عز الصيف في شهر 8 انت كتقول ليه بان هذا وكانوا فعلا اساتذه كانوا كينباهروا بالاجابه ملي كتقول لهم هذا اسقاط عملي لتهيئه السلوك. يعني انا كنهيئ نفسي انني نقول لا، انا هاول ما قدامي والصهد والعطش، ولكن انا كنعرف نقول ليه لا ما بغيتش ما غنشربش دابا، انا غنشرب حتى العشرة الليل، فهمتيني؟ الوغ يعني بصح فعلا كان كيكون جواب مقنع جدا وصافي، فعلا كيقولوا يعني امنا بالله فعلا ما شاء الله على دين الاسلام وما شاء الله على على على, على دين كيقدر يروض النفس البشريه حتى لهذه الدرجه انه يحط لها قانون من هذا النوع، جمع جميع القوانين اللي وصل لها علم النفس. يعني كيفاش ان العقل الجمعي كيخدم اننا كنا كنديروا واحد الحاجه بالتالي ما كتاثرش علينا، كيفاش اننا كنقدروا نديروا سلوكات معينه مده شهر نفس المدة اللي تقننات كيفاش إنسان يقدر يكتسب سلوك معين. يعني الحمد لله على دين الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، ونتمنى هذا الشيء هذا ما يضيعوش فيه وليداتنا وما نتبعوش شوية هاد المسائل. يعني شي حويج اللي بصح دخلات علينا بزاف وهي زوينة ماشي خايبة، ولكن مثلا يعني ما فيها بس رمضان ماشي ضروري ولدي ينعس مع 8 كيف ما معتاد، ماشي ضروري يجلس شوية يتسنى صلاة العشاء يصلي معنا شوية ديال التراويح يجرب يعرف، ماشي ضروري حيت عنده امتحان لا ما خصكش تصوم. حنا وصلنا لمرحله ديال ان كاينين شي ناس كيفطروا ولادهم لمجرد ان عندهم امتحانات والمجرد انهم يعني وكيكونوا بالغين ومفروض عليهم الصيام وكتفطروا كيفطروهم لان يمكن عنده امتحان خصو يركز اكثر، مع انه ماشي شي امتحان كبير او لا كيكون غير شي امتحان بسيط ولا ما بغيناش هذه المساله هذه. بالعكس نقدروا رمضان، نقدروه كفرض من الله عز وجل اولا، ونقدروه ك اخر ما انتج من علم النفس واخر اخر 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 ما كاين في, 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 في انني نثبت سلوك معين. هضرنا ديك المره على سلوك الاقلاع عن التدخين كيفاش نفعلوه في رمضان ونستغلوه، ودابا علاش لا مع وليداتنا ان شاء الله نثبتوا لهم سلوكات معينه ويكونوا في المستوى اللي كنحلموا به كاملين كآباء. شكرا دكتور، شكرا أستاذة فاطمة الزهراء العالمي، شكرا لكم أيضا المتابعين الأفاضل متابعين قناة شوف تيفي، كنتم مع فاطمة الزهراء العالمي استشارة و عفوا استشارية ونفسية وكنت شخصي أعتذر، فرمضان غلبنا. شكرا لكم مرة أخرى وشكرا لكل المتابعين، دمتم في رعاية الله وحفظه، نتلاقاو بث آخر إن شاء الله، كنتمنى لكم أنكم تبارتاجوا فرطا ويتأمرا، نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا معنا.